احنا النهارده موجودين في العام الثالث لقادرون باختلاف عشان أكد على الفكره الرئيسيه اللي من اجلها بيقام هذا الاحتفال، وهو انه قادرون باختلاف هم جزء اساسي من المجتمع، ودعمهم ودمجهم بشكل طبيعي اصبح كمان هدف رئيسي للدوله المصريه، وده من خلال مجموعه من القوانين، القرارات، التوصيات اللي بيتم كمان اتخاذها في مثل هذه الفعاليات. ويتبقى طبعا دور مهم جدا لينا كمجتمع في دعمهم بشكل ايجابي، وخاصه ان منهم كتير من الموهوبين والمتميزين اللي بيحققوا بطولات ونجاحات كتيره بنفتخر بيها. بمناسبه الحديث عن الموهوبين، هنبدا النهارده اولى فقرات الحفل مع طفل من الموهوبين من حفظه القران الكريم. شفناه لما رئيس الجمهورية عمل مداخلة تلفزيونية وأشاد بيه بشكل كبير وطلب منه أنه يكون موجود معانا النهاردة. حياتي اللي يحفظك يا ابني ويخليك لأهلك ويحميك من كل شر وسوء. كانش ممكن يعدي عليا أبدا أن أنا أشوف النموذج الجميل والرائع ده. عارف أنت حافظ إيه؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى، أعز كلام وأقدس كلام. وخليني أقول لك على حاجة، الحفظ جميل ومهم، ولكن الفهم كمان جميل ومهم. كان في نقطة مهمة أنا عايز أسجلها هنا، إن مهم أوي إن الأسر تبقى منتبهة لأبنائها وبناتها، وتشوف النقاط اللي ممكن أبنائهم يتفوقوا فيها. مش لازم فقط تكون الحافظة بتاعتهم جيدة زي أحمد، في حاجات تانية كتير وكلها نعم من ربنا. أنا بالمناسبة يا أحمد يا تامر، أنا بدعوك في أول افتتاح لك أنت تبقى الشيخ بتاعنا، تيجي إن شاء الله تشرفنا ونسعد بيك وتقرأ لنا، بالبركة تبقى موجودة معانا بفضل الله سبحانه وتعالى. وتنفيذا لوعد رئيس، هنستمع الآن إلى آيات من القرآن الكريم يتلوه علينا الطفل أحمد تامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم.